تعلن وزارة الزراعة عن إطلاق سجل المزارعين وبدء التسجيل على كافة الأراضي اللبنانية. من أهداف سجل المزارعين إنشاء نظام كامل ومتجدد للمعلومات بيشكل مرجع أساسي لتنظيم القطاع الزراعي وتطويره. مساعدة وزارة الزراعة في تنظيم القطاع الزراعي وفي رسم سياسات زراعية بتساهم بتحسين أوضاع المزارعين المعيشية. مين بيستفيد من السجل؟ كل المزارعين والمزارعات يلي بيشتغلوا بالمجالات الزراعية مثل الإنتاج النباتي اللي بيشمل المشاتل، الأشجار المثمرة، الخضار والمحاصيل الحقلية وغيرها، الإنتاج الحيواني واللي بيشمل تربية المواشي الدواجن وغيرها مثل الخيول، الأسماك، النحل، واستثمار المراعي والغابات ومنتجاتها الأولية. كيف بتتم عملية التسجيل؟ تعتمد عملية التسجيل على برنامج إلكتروني خاص تم تطويره لتسجيل المزارعين والمزارعات والأوضاع المعيشية للعائلة الزراعية، بالإضافة لمعلومات حول المزرعة بتشمل موقعها، نوع الزراعة والآلات الزراعية والحيوانات وأعدادها، وكمان عدد العاملين والعاملات ضمن المزرعة. كرمال هيك، وقت التسجيل منطلب منكم إحضار الأوراق الثبوتية اللازمة، وهي بطاقة الهوية أو إخراج قيد أو جواز السفر أو أي مستند بديل بيثبت الهوية، بالإضافة لإخراج قيد عائلي، سندات ملكية أو إفادات عقارية، عقود إيجار أو علم وخبر للأراضي المستخدمة زراعياً في الحيازة، إفادة بأنواع الحيوانات وأعدادها، أحواض السمك، المناحل وأماكن وجودها، نوع الآلات اللي بيستخدموها، جرار، زراعة، حصادة وغيرها، عدد العمال والعاملات المستخدمين بالمزرعة. سجل المزارعين بيضمن الحفاظ على سرية المعلومات اللي بتم إدخالها. زوروا موقع وزارة الزراعة واحجزوا موعدكم عبر www.agriculture.gov.lb وتوجهوا لأقرب مركز زراعي لكم. سجلوا زرعكم واحفظوا حقكم.